وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا لك قنبلة السيدة بتفاصيلها وحركاتها وتكتها، وقلنا لك فكرتها عبارة انك في حاجات باقية عندك تعملي بيها القنبلة او تعملي كلها او تعملي جزء منها وتدلعي العيال. احنا حطينا حاجات عشان تفرع عيالك، حطينا جيلي وحطينا كيكة سفنجية وحطينا فروت سلات وحطينا مهلبية وكاستر ورز بلبن وكنافة وبسبوسة، وتقدري تحطي جلاش كمان زي ما انت عايز. القنبله دي كرييشن، ابتكارات تعملي انت ده على ده، طلعت حلوه مبروك عليك. النهارده رحنا مع بعض، النهارده الجمعه، تعالوا مع بعض نروح الكافيهات. ولادنا بيجيبوا الكافيهات التشيز كيك البارد بسعر غالي جدا جدا، الجار ده بيعدي ال 120 جنيه. عملنا لك تشيز كيك بطعم، اول حاجه بطعم اللوز وقطع الشوكولاته المحشيه كراميل، وعملنا لك بطعم الكوكيز، وعملنا لك بطعم الفانيلي، وعملنا لك بطعم الشوكولاته. تعالي بص عليهم في التلاجة، قلنا التلاجة ما يقلش عن ساعتين عشان تطلعي الفورمة يكون المادة الجيلاتين والكريمة جمدوا وتصابوا مع بعض. ادي الخطوات اللي احنا عملناها قدام، عملنا لك بطعم اللوز المحمص مع قطع الشوكولاتة بالكراميل، عملنا لك بطعم الكريم اند الكوكيز، وعملنا لك بالشوكولا وبالفانيلي. تعملي جار، تعملي كيكة، تعملي طرت زي ما انت عايز، افكار كلها تعملي مع بعض. في الاثناء دي تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. تعالى نعمل بالبسكوته اللي كل ولادنا، بسكوته قدامك اهي كل ولادنا متجننين عليها، اذا كانت البسكوته او الزبده بتاعتها. هنعمل بيها كمان تشيز كيك. ادي البسكوته البني بتاعتي اهي فرمتها، وادي السليمه اهي اخليها سليمه اقطعها مكعبات جواها او ازين بيها. تعالوا نعمل ايه؟ نعمل الديسك بتاعنا. بحط معلقتين زبده يسيحوا بنفس التكنيك، واحط هنا ربع كوبايه ميه يدفى عشان اسيح الجيلاتينه بتاعتي. خطواتك كلها واحده واحده بنفس التكنيك، انا ماشي معاكي. جبت البسكوته البني اللي هي دي وفرمتها قدامك، البسكوته دي قدامك اهي موجوده، عارفاها دي اسمها ايه؟ ما ينفعش اقول اسمها. افرمها كويس واروح مديالها شويه قرفه كده، ادلعها بشويه قرفه باودر يا عم ياسر، اديلها شويه قرفه كده عشان ادلعها. يبقى البسكوته دي مع القرفه، مع البسكوته مع القرفه مع بعض، واسيح الزبده احطها هنا كده، واروح جايه مسيحه الزبده معلقتين ونص من الزبده اسيحهم، وعندي هنا الميه دفيت احط لها اول ما تدفى كده المعلقه الجيلاتينه واقلبها بره النار على النار، اقلبها على النار اول ما اتاكد ان هي دابت اسحبها بره النار عشان ما تعملش ريحه وتغير طعمها. تمام كده، سيبها تبرد، خطواتك كلها قدامك اهو. وبعد كده يا حسن اشوف الزبده بتاعتي واجهز برده بنفس التكنيك الكيكه بتاعت الفورمه بتاعت التشيز كيك، ام قاعده متحركه او فورمه موس، واديها بلاستيك فيلم او الومنيوم فويل عشان اعمل ديسك فيها من جوه، واجهز الجار او كاس. انا عملت لك جار مقاس تاني وده مقاس تاني قدامك اهو زي ما انت عايز، كل التفاصيل كده قدامك. تعمليه كبير تعمليه صغير، ولادك عايزين ايه اعملي، وعندك عده ايه اعملي فيها، ما توقفيش على حاجه. اسيح الزبده كويس بتاعتي، والبسكوته اللي انا جبتها اللي هي بلون بين الشوكولاته وبين الكراميل اديتها شويه من الكاكاو من القرفه عشان اديها طعم جميل. وبعد كده اسيح الزبده بتاعتي، واول ما تسيح الزبده انزل عليها كده اهو عشان اعمل طبقه البسكوت بتاعتي. تمام زي الفل. دي هعمل لها طبقتين يا حسن. طبقتين يعني ايه يا حسن؟ هديها الموس بتاعنا ده، وبعد كده البسكوت الطبقه اللي تحت دي بالبسكوت ده، وهدي لها الزبده بتاعتها من فوق. يبقى تحتاري وتختاري بين النوعين دول عشان تستمتعي بست انواع من التشيز كيك البارد باطعمه مختلفه بصوصات مختلفه عشان تعملي بقى الخليط رملي كده. اخده برده بنفس التكنيك واوزع شويه هنا في الطرت بتاعي اللي هعمله عشان اعمل ديسك، واضغط عليه بكعب كوبايه بكوبايه بكاس بفنجال زي ما انت عايزه، وهنا شويه فين في الجار بتاعي، واضغط عليه كده عشان يتماسك. الجو حر عندك، دخليه التلاجه شويه الزبده تبرد، خدي بالك من التفاصيل اهو. يبقى جاهز كده عشان اعمله. طب تعالى نعمل الموس. الجيلاتينه بتاعتي لازم تكون بارده كده، سيحتها واركنها تبرد. الموس بتاعها عباره عن ايه يا حسن؟ بص التفاصيل عندي، اول حاجه قشطه، قشطه العلب
وعندي تاني حاجه زبادي قد بعض، وعندي جبنه كريمي نص كوبايه نص كوبايه، وعندي سكر بودره. خطواتك كده كلها قدامك اهو. وبعد كده يا حسن اروح جايه مدخله الخليط ده كله مع بعض، القشطه سوري اجيب واحد غيره صاحي، تعالى ادخل القشطه بتاعتي مع الجبنه الكريمي مع الزبادي مع السكر البودر، ادخلهم مع بعض كده كلهم. خطواتك كده كلها قدامك. وبعد كده يا حسن نعمه نعم 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 نعم. بعد ما نعمته كده هنصفي الجيلاتينه اللي بردت، الماده الرابطه بتاعتي الجيلاتينه والكريمه. تعال اهو كده اهو دخل كله مع بعض ونعم الخليط بتاعك القشطه والزبادي والجبنه الكريمي والسكر كل ده مع بعض. اجيب له ربع لتر برضو من كريمه المخفوقه 50% اذا كانت فريش كريم او كريمه نباتي سايله. بص عامله ازاي، هي دي التفاصيل. وبعد كده يا حسن اجيب البسكوت بتاعي ده، بص اقطعه كده قطع صغيره جواه كده، كسريه جواه كده زي ما انت شايفه. البسكوت ده من الاطعمه الممتازه جدا اللي الولاد والبنات بيحبوها قوي. تمام كده، تعالي دخليهم في بعض بقى. تعالى بقى اصب الكلام ده كله، خدي بالك من التفاصيل اهو، واحده واحده كده اصب الكلام ده كله نصها كده عشان لسه هديها الزبده، هديها الزبده لسه، وهديها بسكوت، هديها زبده بتاعه البسكوت ده، وهديها بسكوت ده يعني برضو. وانا بعمل الكلام ده اعبي الجار. خطواتك كلها قدامك اهو واحده واحده. تسيبي مساحه للزبده بتاع البسكوت دي. هنا عندي الجار اهو البسكوت فيه برضو، واروح رشه رشه كده من البسكوت ده، واحط الخليط تاني فيه بسكوت برضو، وبرشه بسكوت تاني. الزبده جاهزه يا محمد؟ واروح جايه برضو مدياله رشه، وادي الموس بتاعك، وكمان رشه طبقات كده قدامك اهو. ورشه من البسكوت. تعال بقى نشوف اول ما يتجمد كده، خدي بالك الزبده بتاع البسكوت ده بص عامله ازاي. تسيحيها وتنزليها كده اهو واحده واحده كده. مهمه جدا الزبده بتاع البسكوت دي عشان تستمتعي باحلى تشيز كيك بطعم البسكوت ده. وريحتها وجمالها وحركاتها وتكتسبسف. وبعد ما يتجمد كده الصوص، بص برضو طبقة تانية بعد ما حطيت الزبدة، طبقة تانية عليها من البسكوت ده كده، يبقى في طبقة تحت من البسكوت وطبقة البسكوت اللي جوه الموس وعليها الزبدة بتاعة البسكوت وعليها بسكوت تاني من فوق. متاع العيال ودلع العيال زي ما انت شايف كده قدامك التفاصيل والحركات والتكات. وهندخلها التلاجة برضو تجمد عندي على ما اعمل حاجتي. يبقى عملت لك لحد دلوقتي خمس انواع من التشيز كيك البارد باطعمه مختلفه. الاخير ده ولادي كلهم بيحبوه، بيجيبوه قد كده من الكافيهات، فاعمله لهم. البسكوته غاليه والزبده غاليه، فلما انت هو يعملها عشان يتاجر ويدفع الايجار فهيبيعه لابنك او لبنتك غالي، لكن انت لو جبتيه وعملتيه بكل سهوله هيطلع احلى واحلى، وفي نفس الوقت مش هيبقى بالسعر اللي هو قدامك اهو. يبقى البسكوته من تحت، وبعد كده اديتها الزبده وشويه قرفه، وبعد كده عملت الموس بتاعي اللي هو عباره عن قشطه وزبادي وجبنه كريمي وسكر،
وقلبتهم مع الجيلاتينه مع الكريمه واديتهم قطعه بسكوت من جوه وعملت الزبده عليها وانطحت ونفس الكلام اهو. وادي الجار قدامك اهو. تعالى نعمل بالكراميل بنفس التكنيك كده. الكراميل بتاعي اجيب بسكوت كراميل، احط بسكوت كراميل اهو، وعندي هنا الزبده بتاعتي، معلقتين الزبده اسيحهم، وعندي ربع كوبايه الميه ادفيها. خطواتك كده كلها قدامك. يبقى الزبده بسيحها عشان اللي بعمل بالكراميل بقى، وعندي الميه تدفى والجيلاتينه. خطواتك كده كلها قدامك. تعالى بص عندي هنا اهو، وانا بسيح الميه كده ادي لها معلقه من ايه يا حسن؟ معلقه من صوص الكراميل للميه بتاعت الجيلاتينه عشان تبقى بطعم الكراميل. بص معلقه من صوص الكراميل بس صغيره كده، معلقه من صوص الكراميل عشان ايه؟ ادي طعم للجيلاتينه برضو وللبسكوت هنا اهو. ودفيها كده والزبده عندي بتسيح. خطواتك كده. اجي هنا اهو اجيب بسكوته كراميل واطعمها كمان بسنه صوص كراميل كده اهو يا ياسر للبسكوته برضو. خد بالك من التفاصيل اهو قدامك والحركات عشان البسكوته بطعم الكراميل وكراميل. بص عندي بقى هنا كروكاند. ايه الكروكاند دي؟ الكراميل بالمكسرات. الكروكاند اهو كراميل بالمكسرات. اخد شويه احطهم في البسكوته برضو، ولسه ده هحطه في الحشو. الزبده عندي ساحت، اروح حطاها على البسكوت اللي فيه صوص الكراميل وفيه الكروكاند اللي هو الكراميل بالمكسرات، وادخلهم في بعض، نعميهم خالص عشان يبقى عندك خليط رملي زي ما انت شايف كده كرامبل. بنفس الطريقه اهو ابص هنا على الجيلاتينه، دافيه الميه اللي انا اديتها صوص كراميل، احط لها الجيلاتينه واقلبها بسرعه واشيلها بره النار بعد ما اتاكد ان الجيلاتينه ساحت عشان ما تغيرش طعم ولا لون الجيلاتينه. اركنها جانبا. اخد البسكوت بقى واروح فين؟ على القعده اللي انا هعمديها بلاستيك فيلم او الومنيوم فويل او القعده بتاعت الشيز كيك عشان تعملي قعده. قدامك التفاصيل قدامك اهو يا جمالك، زي ما انت شايفه كده. هاخد طبقه من البسكوت ده عشان اعمل بطعم الكراميل واحطها واوزعها واضغط عليها كده اهو عشان تتماسك. اضغط عليها كويس قوي بكعب كاس، بكعب المبط بس يكون نظيف، وفي نفس الوقت احط فين؟ شويه في الجار تحت كده اهو في الجار عشان يبقى طبقات عندي زي ما انت شايف. تعالى نعمل الموس بتاعي. الموس بتاعي عندي جبنه كريمي وعندي سكر وعندي كمان صوص كراميل عشان اعمل بصوص الكراميل، لان الشوكولاته اديتها يا عم حسن كاكاو. وبعد كده عندي ايه تاني؟ عندي كروكاند وعندي كريمه وعندي جيلاتينه. ادي الجبنه الكريمه بتاعتي، احط لها السكر الباودر، احط لها الفانيليا، واحط لها صوص الكراميل عشان اطعمها بصوص الكراميل. بص عامل ازاي صوص الكراميل، كل ده مع بعض يا حسن. كل ده مع بعض. تعالى بص، نعم 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 الخليط ده، نعم 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 نعم. بص اتعملت ازاي بقى الصوص ده، الكريمه الموز ده بطعم الكراميل. بصي عمل ازاي. طب ده يا حسن غير اللي فيه الشوكولاته اللي فيها كراميل، ده غيره خالص. ده كراميل التاني بالشوكولاته وباللوز اللي فيه الملح. اول واحد عملناه اللي فيه لوز فيه ملح فيه كراميل وفيه شوكولاته جواها كراميل، ده حاجه وده حاجه تانيه خالص. نعمل الخليط ده كويس قوي كده، وجيبي الجيلاتينه اللي احنا مسيحينها ومدينها شويه كراميل. خطواتك كده كلها قدامك، وبعد كده يا حسن ادمجيهم مع بعض. نعامي 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 نعامي. بعد كده عندي الكريمه، ربع لتر من الكريمه الفريش او كريمه نباتي مخفوكه 50%. يعني ايه 50%؟ يعني ناعمه كده. بصوا هي نازله ناعمه مش ماسكه نفسها عشان يبقى الموس بتاع الجبنه اللي انت عاملاه ده يبقى ناعم وكريمي، ما تبقاش ناشفه. خدي بالك من التكنيك ده. وبعد كده يا حسن اروح جايبه بقيه الكروكاند. بصي حطاه في الخليط كده عليه قطع كراميل بالمكسرات.
يا جماله يا تفاصيله يا حركاته، واروح جاي مدخله كل ده مع بعضه. ده مستر نوفل ده ماستر قد الدنيا. تعالى بقى نعمل التفاصيل ونبدا نعمل التكنيك بتاعنا. عندي الديسك بتاع البسكوت، اصب عليه الموس بتاعي نص الفورمه. يا تفاصيلك يا جمالك. وبعد كده عم حسن اسويها كده، وعلى الوش من فوق احط الكروكانت، قطع كراميل بالمكسرات. بص واقفه على حيلها ازاي، موس صح الصح معمول صح الصح، فالنتيجه في الاخر ليكي صح الصح. واجيب الميجر كاب بتاعي عشان اعبي الايه الجار بتاعي. خطواتك كده كلها قدامك اهو. تفاصيلك. وابدا اعبي طبقه وطبقه وطبقه. خدي طبقه اهو من الموس بالكراميل، وده غير اللي فات خالص، اللي فات فيه لوز وفيه شوكولاته وفيه صوص كراميل. وادي الطبقه من البسكوت بتاعي، وادي طبقه من الموس بطعم الكراميل، موس الجبنه، وادي طبقه من البسكوت بتاعي. ست افكار، احتاري واختاري، تعملي زي ما انت عايزه، تعملي في طرطات، تعملي في كيكه، تعملي في كاسات، تعملي في جار، اعملي اللي انت عايزاه بامكانياتك. تقدري تغيري الجبنه، مكان الجبنه تحطي زبادي، اه تقدري تحطي زبادي، بس عشان تستمتعي استعملي فريش كريم او كريمه نباتي سايله، عشان هي بطعم القشطه، عشان لما يندمجوا مع الجبنه الكريمي والقشطه بتدي طعم تاني خالص وتريكات تانيه خالص. يا تفاصيلك. اخر حاجه عندك اهو. وبعد ما يجمد الجار ده هنديله كريمه عاليه، وهنديله بسكوت، وهنديله كور شوكولاته، وكل التفاصيل والحركات والتكات. على كده هديله عندي قطع انجمل قبل ما يتجمد. يبقى تحتاري وتختاري. عملنا التشيز كيك البارد، وقلنا الماده الرابطه فيه ايه يا عم حسن؟ الجيلاتينه والكريمه. اما تشيز كيك السخن اللي هو بيستوي في الفرن على درجه حراره 150 في حمام ميه لمده ساعه، الماده الرابطه فيه البيض والاصفر بيض والنشا. هنا حاجه مختلفه خالص. المقادير بتاعتنا اللي هي بتعملي بيها تشيز كيك سخن مختلفه، اما احنا عاملين لك تشيز كيك بارد. كله الاولاد بيستعملوها دلوقتي في الكافيهات كلها، ويروح المولات وياكلوها باسعار خياليه. حبينا نعملها لك بكل سهوله. تعملي بطعم اللوز اللي فيه قطع الشوكولاته اللي جواها كراميل مع صوص كراميل، او بقطع الكوكيز او بالفانيليا او بالشوكولاته، او تقدري تعملي بالبسكوته والزبده الغاليه جدا، او تقدري تعملي طبعا بالكراميل. التريكات والحركات لها ناسها. انتظروني.